لزوم الفلوتس اللي احبها هذا اللي بالكراميل مره لذيذ. انا اذا معي تشوكليت رحت للبرتقالي، اذا ما معي رحت لعنوان القهوه. الخطه اني اتقهوى عند هذا البرتقالي، شو اسمه والله ما ادري شو اسمه، جولوثيا جينز ولا ليجينز. ما عندهم من طلع ما عندهم قهوه اثيوبيه، وقال في قهوه جولوثيا تبعهم، فاخذت تست والحمد لله عجبتني. اوكي جود جلوريا. عندهم قهوة جلوريا مع الكرانشي ذا ب 14. شكرا. 14. حبيت قهوتهم، قهوة جلوريا نفسها. والله ما كنت مخططة اكل حلا، بس يلا دام في عرض. شكرا. طبعا كل شيء للنعمة. قهوتهم مرة لذيذة عجبتني. كرانشي شكرا. لذيذ والله، مرة حبيتها. وانا قهوة شفت هذا البقل عندهم حلومي وزعتر، نفس اللي بهاف مليون، فشكله جديد توهم نزلوه عندهم بالكوفي. 12 نفس الاسعار، هاف مليون ب 12. ما في رجعة للبيت الا بعد ما اخذ التلتولة سيارة، ولازم تكون بريموت، بدون ريموت ما راح ادخل البيت. يا الله يا الأطفال، إذا صاروا يتكلمون خلاص يبدون يطلبون طلبات طلبات طلبات. بصراحة ما عندي لرامز الفزعة، سعرهم حلوة وكل شيء عندهم. فرحانين بعودة المدارس، حاطين حاجات على الباب. طبعا عندهم أشياء كثير مدارس. جبت له هذا الأقمصة، سوينا قميص ولا ثوب، ثوب المهم أنا سميه أقمصة، استغفر الله. هذا نحيف، موديل نحيف، بس هذا عجبني أكثر، مريح بالمشي. فهمتوا اللي عريض، مقاس 34، ما أدري هو مقاسها ولا أصغر ولا أكبر، بأخذ بشوف مقاسها بعدين إذا كويس ولا أجيب غيره. لقينا سيارة حمراء، طبعا هو متشرط طبعا، أحمر وريموت. واو حبيت هذه مرة حلوة كبيرة، حتى هذه تجنن عليها عرض. ما أدري أخذ لها شيء كبير، ما قد شريت لها سيارات كبار نهائيا. هذه بعد مرة سعرها يجنن، 8 ريال، بس هذا جاري موت بس حلو يعني. شوفوا ذي تجنن، 3 ريال صلصال، مرة حبيت السعر يا بلاش. بس أنا صراحة الصلصال عتقته من زمان، ولدي ياكله ما ينفع أجيبه له. أوقات ينعمي عليك ما تشوفين شيء تخير، وسألته ومدح لي هذه وصراحة عجبتني. شوفوا شلون تتشكله، تطلع لمبات وألوان وصوت، مرة حبيتها. كويس إن في أحمر. ريموت، أيوة هذه سعرها معقول يعني 25. شوفوا هذه أصغر منها ب 27، فبرجعها. شوفوا هذه بعد ب 10 حلوة، هذه بعد 18 حلوة، بس يعني ما تفرق عن هذه 25. وهذه ميزتها إنها واضح إنها تتحمل وتتشقلب وتطلع أشكال وأصوات، فحبيتها أكثر. أكثر كرات لحم، بس لحم الدجاج، هو دجاج بس ما أدري ليش كاتبين لحم الدجاج. المهم أكثر كرات دجاج حبيتها هذه من شركة الكبير، مرة تأخذ العقل. سعرها حلو بعد، تقريبا 10 أو 11 ريال. كولي أول كنزو شريتها، أمي حاطة هذه الورقة وأنا كل يوم أعدلها. أبدأ ذبحان بزبايلهم، ايوه كذا عشان يشوفون صح. فأنا هالمره افتحي، دقيت الجرس عشان ادنى بيجي يركض عشان السياره. شوفوا شوفوا اقل من دقيقه. مرحبا، وش تبغى؟ وش تبغى؟ وش تبغى؟ وش هي؟ سياره. ايوه انا عارفه انك تبغى السياره. الحين الحين خليني ادخل. يلا تفضل. مو قلت تبغى ريموت؟ ايه حلوة؟ حلوة. تجني تطلع صوت موسيقى وتتقلب، بس اجيب لك حجارة اوكي؟ حجارة. ايوه والله طلعت حلوة جودتها، يعني فهمت اللي سريعة. واو الله مرة حلوة. شو تتقلب؟ الله اجي والقى اختي طابختنا دجاج معرق مع رز ابيض، يا سلام اموت لما العشاء يكون جاهز، لان هي وجبتي الوحيده بعد الفطور.
كثر ما أكره أتابع مسلسلات، بس هذا المسلسل اللي أنا مرة أحبه مرتبطة فيه يعني صراحة ما قدرت أوقفه. بكمله زي ما كملته، تابعت بس حلقتين من جينا من الرياض للموت. مرة طحت في غرام هذا المسلسل، فالحين في الحلقة 16 من الجزء الثاني.